السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين يا شباب؟ يا رب دايما كده تكونوا بصحة وبخير وبسلام، ورمضان كريم عليكم. قبل ما نروح لفيديو النهاردة اللي هيكون مراجعة سريعة لمنصة اسمها سي او تو بي او موقع سي او تو بي، ما يفوتكش لانه مهم جدا. وقبل ما نروح للفيديو حابب اشكر 10,000 مشترك، الف شكر على كل اللي بيدعمني بكومنت ولايك وبيقدر المجهود ده، الف شكر ليكم. ده موقع او منصة سي او تو بي دوت كوم، وبرضو ليها سي او تو بي دوت نت، الاتنين واحد ما فيهوش مشكلة. فكرة المنصة او الموقع ده، الموقع على فكرة فيه شبه كتير جدا من موقع قديم اسمه راكوتن ومش عارف ايه، هي الفكرة بس بتختلف من موقع للتاني وشكل للآخر والكلام ده كله. المنصة يعني او فكرتهم ان انت بتحط فلوس عندهم، وكل ساعتين بتخش تعمل مهمة، وربحك في اليوم بيبقى 3%، والربح ده بيكون جاي عبارة عن ان انت مثلا حد طالب يشتري USDT، فبتستفيد فرق السعر البيع والشراء، فانت بتستفيد الربح من ده، وفيها احالات والكلام ده كله. انا مش ضد المنصة او مش ضد ان انت تستثمر، انا ضد الناس اللي بتروج ليها على انها مضمونة 100%، وده كلام غلط وكلام مش موجود والكلام ده. انا مش ضد ان انت تسوق، انا مش ضد ان انت تاخد احالة، لكن انا ضد الناس اللي هي بتسوق وتقول لك برنامج صادق. واحد جاهل يطلع بفيديو يقول لك برنامج صادق ومضمون 100% وليه تطبيق على جوجل بلاي، ده فمضمون 100% وخشوا على ضمانتي، واول ما الموقع يقفل او المنصة تقفل يقول لك مرخصه. مرخصه فين يا حبيبي؟ الترخيص ده اي حد يعمله ب 60 30 يورو، بيتعمل اي ترخيص في اي حته. وشفنا ترخيص لشركات كبيره زي اي ماركتنج، ترخيص للوجيك برو، لسيد بول، لكتير، اي كيو ارابيان، كله كان بيرخص، وفي الاخر ترخيص ب 30 40 يورو بيطلع. وحتى لو هو ترخيص حقيقي الشركه هتقفل خلاص. نعم افلست، خسرت، انا مضي معاك اتفاقيه على المكسب والخساره. فللأسف الناس مش فاهمة ده. انا مش ضد ان انت تستثمر، بس تستثمر ان انت تكون داخل مش على عماك، مش داخل ورا واحد يقولك مضمونة 100%. تعال نروح بقى ونشوف الكارثة اللي بتحصل. ده زي ما انت شايف الموقع الجديد، طبعا هم عملوا له تحديث، وانا هوريك ليه هم عملوا تحديث للموقع اساسا، ايه سبب تحديث الموقع الجديد ده. وده كان من محتوى اجنبي، من محتوى اجنبي طلع فضحهم. طبعا ده شكل الموقع القديم قبل التحديث، وسبب من اسباب التحديث بقى. تعال نبص، زي ما انت شايف كده دولت 3 صور. عندك هنا جاني جيني، دي المفروض المدير التنفيذي، فانفليت اللي هو المدير المساعد، ليزا المساعد. بص هنا جاني جيني كاتبين عليها المدير التنفيذي. ابحث عن الصورة على جوجل. ده سبب من اسباب اساسا ان هم يحدثوا ويشيلوا الصور دي. الصوره موجوده على كل المواقع، يعني مش صوره ومتاخده من كل المواقع، يعني من الاخر صوره مزوره، والمفروض ان هم شركه مرخصه، والمفروض ان هم بيقول لك ان احنا منصه موثوقه، وحاطين صوره المدير التنفيذي جايبينها من على النت، صوره فيك، وبيقول لك دي اسمها جاني جاني اللي هي المدير التنفيذي لمنصة سي او تو بي. تعال نروح للشخصية التانية اسمها فان او فان فيليت. نروح ونبص بنفس الطريقة، نعمل سيرش على الصورة زي ما انت شايف، منتشرة على كل المواقع، وحتى القميص بتاعه منتشر. ليه انت كشركة او بتقول منصة موثوقة وعندك موظفين حاطط صور لاشخاص فيك، صور غير موجودة؟ تعال الشخصية الثالثة، ليزا. ادي ليزا على ليزيا مش عارف ايه سبتمبر 2020، وادي زي ما انت شايف كده، ادي صورة من على الفيسبوك، متاخدة من على الفيسبوك، والصورة موجودة من 22 سبتمبر 2022. فانت ليه كمنصة بتقول لي منصة موثوقة، وللناس الجهلة اللي بتخش تقول للناس المنصة موثوقة، والمنصة نفسها بتنزل صور فيك للعمال بتاعتها؟ نشوف كمان هنا جاني جيني المفروض المدير التنفيذي، في نفس الفيديو او في نفس الصفحة كاتبين ان ده حوار مع المدير التنفيذي. انا اول مرة اعرف ان الشركة بيبقى ليها مدير تنفيذي واحد، مديرين تنفيذي ماشي هنعديها. كمان تعالوا هنروح لموقع ليدر او اوليدر، ده برضو مقال من المواقع ومهتم بالمواقع والاستثمار والكلام ده، سي او تو بي واكستشينج ومش عارف ايه وتايم و20 نوفمبر والكلام ده كله.
بيتكلم عن المنصة، وهنا حاطط المعلومات الأساسية اللي اتحطت على المنصة. تعالى هنا ركز على مارس براون. هنا بيقول لك مارس براون المدير التنفيذي لمنصة سي او تو بي، ده تالت مدير تنفيذي للمنصة، فده حاجة غريبة جدا للناس اللي بتقول لك الشركة موثوقة. ليه شركة موثوقة بتغير التحديث عشان الفيديو ده، واللي انكشف فيه ان هم حاطين صور لاشخاص مش حقيقيين، وكمان زي ما انت شايف التحديث شالوا الصور اللي كانت محطوطة وحطوا الفيديو بس، وبيقول لك ان ده هو المدير التنفيذي، وامال فين جاني فين الصور تانية، لان هم اللعبة انكشفت. انا زي ما قلت انا مش ضد التسويق، انا مش ضد الاحالات، لكن انا اقدم للمشاهد او المستثمر كل حاجة، واقدمها له عن ثقة وعن خبرة، وان انا ابحث وادور، مش اروح واحلف بالله وخلاص واجيب لك شوية شهادات اللي انا بقولها لك من واقع خبرتي، ان اي شهادة بيروح يدفع فيها فلوس وخلاص بياخدها، وبتبقى مؤقتة وخلاص بتخلص، وملهاش دعوة برضو بالدومين والكلام ده كله، ومش معنى ان انت حققت ربح شهر وشهرين. يا جماعة الكلام ده مر عليا وعلى المتابعين بتوعي كتير جدا، يا ما قيمنا مواقع والمواقع دي نصبت، ونفس الناس تخش تقول لك انا كسبان مليون جنيه، انا كسبان كذا، يا عم انت مش عارف ايه، وفي الاخر الناس دي بتختفي بعد الموقع ما يقفل. اتمنى يكون في النهايه الفيديو عجبكم، وانت استثمر، عاوز تستثمر استثمر، بس انا ما تحطش كل فلوسك، يعني ما فيش اي مشكله استثمر، بس تبقى عارف ان ده هيقفل في اي وقت، وان الموضوع فيه قلق كبير جدا، والموضوع مش مريح، والمنصه والكلام الهجص ده كله مش موجود. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنساش اللايك والشير والكومنت. ومسابقتنا مستمرة ان انا اختار اشخاص، هختار 2 من اللي عملوا كومنتات على الفيديو لايك، ونكسبهم معانا الفيديو الجاي ان شاء الله، ونتيجة المسابقة او الفيديو اللي فات هتكون بعد ما انتهي من الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.